اهلا فيكم حبيباتي. رجعنا نعمل بسبوسه. فالبسبوسه هذه مختلفه عن البسبوسه العاديه اللي انا بعملها. هذه بتعملي فيها بسبوسه محشيه بالقشطه او تعملي فيها بسبوسه اللي هي تحط عليها، راح اوريكم. طيب هيكون عندي بيضه، شويه فانيليا مو كتير، واحط هذه علبه القشطه، نحط عليها نحط فيها سكر ونخلطها. ابغى السكر يذوب مع البيض. طيب راح اضيف عليها 3/4 كوب زيت. لازم اتاكد انه السكر ذاب. اوكي، وراح احط عليها كمان راح احط عليها علبه كمان حليب بودره، احط علبه قشطه. وراح اخلط مره كويس. تقدري، طيب اثناء شويه تقدري تحطي عليها جوز هند لو حابه نكهه جوز الهند، حتنقص شويه من السميد وتحطي جوز هند، بس اليوم انا ما راح احط، راح اخليها كذا تمام. وراح احط السميد عندي راح اضيف السميد. اول شيء راح اغير الملعقه، احط علبه القشطه مليانه سميد ناعم وثلاث ارباع، يعني صار عندي علبه وثلاث ارباع لسه عندي هنا ملعقه بيكنج باودر. بكل بساطة كده خليط البسبوسة عندي انتهى. راح احطه على طول بعد ما اخلص خلط، احطه في الصينية. قبل لا احطها في الصينية يا حبايبي اوريكم القوام. هذا هو قوامها، تحسوا كده زي قوام الكيك او اتقل شوية. خلاص نحطها كده في الصينية. انا مجهزة هنا الصينية اللي اعمل فيها البيتزا، سميتي ما تلصق، دهنتها زبدة دهنتها زيت، وراح احط عليها الخليط تبع البسبوسة. طيب يا حبايبي اخر خطوة راح احط عليها قشطة اللي حطيتها في قمع عندي، هذه قشطة الجيمر او اي قشطة انت تحبيها استخدميها. اوكي، راح ابدا اعملها على شكل كروهات. نقول بسم الله. المفروض نبدا من النص عشان تزبط معانا اكثر، بس خلاص انا بدات وانتهى، هنعتمد على النظر. القشطه هذه اللي انا قاعده اسوي فيها بارده فعشان كده متماسكه. هذه البسبوسة خلصت، راح احطها فرن. انا مشغلة الفرن من اول على حرارة 180 تتحمر من تحت وبعدين احمرها من فوق. للشيرة راح احتاج علبة القشطة عبيتها موية وثلاث ارباع العلبة علبة القشطة، سكر وشريحة ليمون وقطرات من الليمون وبس، واخليها تغلي. بعد ما تبدا تغلي دقيقتين اطفي النار. خلصت البسبوسه، يعني ما صارت مربعات مره مزبوطه بس كويسه. راح ابدا احط الشيره عليها، ما راح اصب الشيره كده مره واحده، اصبها كده بشويش. طبعا الشيره حاره عندي، انا احب اسوي شيره البسبوسه بنفس الوقت، ما احب احط بارده من الثلاجه، ما يعجبني. ولما انت بتعرفي البسبوسه ناجحه ان انت لما تحطي الشيره كده على طول تشربها.
حيصير لونها احمر. احمر ولا اورنج؟ اورنج. فاهمين؟ بس نتكي على الاطراف اهم شيء. هذه أول قطعة. يا سلام يا سلام، حتروح لفنو لأنها من أول تقول لي ماما غرفي لي. أبى أوريكم طراوتها. فنو ترى من أول مستنيتك. يلا دحين أجي. صورت الصور كلها. طرية وتجنن. دب الفم.